أنا فعلا ده شعوري، يعني أنا مبسوط جدا إن أنا فعلا في وسط أهلي، وده شعوري إن أنا واحد من الدار يعني. ف وده الشعور ده ما جاش من فراغ، أنتوا اللي محسسني بيه يعني. فكل ما أقابل حد من أصدقائي ومن أهلي في المغرب بحس إن أنا فعلا واحد من الأسرة يعني. أنا معجبين كمان سعد المجرد، وسعد من أصدقائي، من أصدقائي المقربين، ودايما لما كان بيزور مصر كنت بقابله في مصر يعني. ف اتبسطت بالأغنية اللي عملها مع محمد رمضان، ولذيذة وحلوة ويعني مبهجة يعني، أغنية مبهجة بصراحة يعني. ليه لأ؟ ليه لأ؟ وسعد بيقدم دلوقتي أغاني موجودة في كل حتة ونجح نجاح كبير جدا. أنا شخصيا بحبه جدا، بتمنى له دايما الخير وربنا يستر عليه يعني. احنا فعلا بنحبه من عشاقه يعني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.